أما في شخصية الأسبوع وبعد مقتله على يد صديقه كما تقول الرواية الرسمية السعودية، نسلط الضوء على أحد أبرز الشخصيات الأمنية في الحرس الملكي السعودي، والذي اعتبر حارس الملوك وحاز على جائزة أفضل حارس شخصي في العالم. أعلن عن مقتله إثر خلاف شخصي، ما أثار ردود فعل سعودية غاضبة بين من أدان جريمة القتل وبين من شكك في الرواية الرسمية. اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في شخصية الأسبوع. وتنضم لنا الصحفية والإعلامية إكرام حجرات. إكرام، مرحبا بك. معنا ردود فعل سعودية غاضبة بين من أدان هذه الجريمة كما وصفت وبين من شكك في الرواية السعودية. صحيح، حادثة مقتل عبد العزيز الفغم أثارت جدلا سياسيا ودوليا. الحادثة لم تكن عابرة، قتل حارس شخصي للملك السعودي. نعم. سلمان بن عبد العزيز قتل في زيارة له عند صديقه، حادثة لربما تكون شبه عادية في بعض المجتمعات، لكن الحارس الذي يعتبر أحد الشخصيات البارزة أمنيا في المملكة السعودية أثار ردود فعل واسعة. نعم. أثار بعض الردود الفعل الواسعة، منها من صدق الرواية الرسمية السعودية وهي قتل، التي قيل أنه قتل أثناء زيارته لأحد أصدقائه، ومنهم من شكك في هذه الرواية وقال بأنها عملية اغتيال مخطط لها لتصفية بعض الشخصيات التي تملك الأسرار العائلة السعودية. العائلة السعودية والديوان الملكي السعودي، ومنهم من أشار إصبع الاتهام إلى محمد بن سلمان الذي ولي العهد السعودي، الذي في بعض المواقف عبر عن إرادته بعمل تغيير في الجهاز الأمني السعودي. نعم. إكرام، فيما يتعلق بهذه الشخصية، كيف وأين ولدت وكيف ترعرعت في إطار هذه الأسرة الحاكمة، وأيضا هي شخصية أمنية كانت على رأس الحرس الملكي السعودي وكانت في زمن أيضا العاهل السعودي السابق. صحيح، عبد العزيز الفغم هو حارس للملوك، عمل بالفترة الأخيرة حارسا شخصيا ومرافقا، ووصف بالظل للملك سلمان بن عبد العزيز. قبلها عمل مع الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وهو ورث مهنة الحراسة من والده الذي عمل أيضا مع الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز. نعم. لمدة ما يقارب 3، وكان أيضا حارسه الشخصي. في عام 2017 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا رئاسيا. نعم. بترقيته لرتبة لواء، أيضا على أفضل جائزة أفضل شخصية تتعلق بالحراسة لأي ملك أو أي عاهل. صحيح، جائزة عالميا وليس فقط في المملكة السعودية. نعم. بهذا نكتفي. إكرام حجرات، الزميلة الصحفية والإعلامية، شكرا جزيلا لك على نقل شخصية الأسبوع. بهذا مشاهدي الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم مدار الأسبوع. نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء.